مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم غد السبت تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية وبأمطار جد خفيفة ومحلية خلال الصباح والليل على السهول الشمالية والوسطى، فيما ستخيم الأجواء المستقرة فوق كافة أرجاء المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، فيما ستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و7 درجات بمرتفعات الأطلس وبالريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بكل من شمال ووسط البلاد وبالمنطقة الشرقية، في حين ستكون ما بين 14 و20 درجة بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بكل من السهول الشمالية بالريف بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وبمنطقة سوس، فيما ستتراوح ما بين 30 و37 درجة بالجنوب الشرقي وبأقاليمنا الجنوبية. بخصوص يوم الأحد، فيرتقب أن تهم غيوم كثيفة أقصى الشمال الغربي للبلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق الأخرى. مشاهدينا الكرام، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.